بالنسبة للاتحاد الدولي بقى للتاريخ والإحصاء، هو كان كشف عن التشكيل المثالي. هنا بنتكلم للأفضل في إفريقيا 22. عندك تواجد مين بقى؟ عندك تواجد أولا محمد صلاح، ده كان على رأس التشكيل بجانب عندك علي معلول، وبعد كده شاهد كمان التشكيل تواجد 5 لاعبين من المغرب طبعا بعد الأداء الجيد والرائع جدا يعني خلال منافسات كأس العالم. بالإضافة كمان عندك ساديو ماني، عندك فينسان أبو بكر مهاجم النصر السعودي، فأسماء كلها أعتقد رائعة في كرة القدم العربية. كل التوفيق ليهم بإذن الله.